بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا مطار مي 0.75 كيلو وات، واحد حصان. هذا كله بلاستيك طبعا، يصير طول المجرى مالته 6.1، قطر 5.8، المكثف مالته 12، الرننج قياس 0.60 يعني 6 دوزيم، سلك 23، العدد 55، الستارت قياس 0.45، 4.5 دوزيم، سلك 26، العدد 90. هذا الماطور لفيناه، منتظرين الكهرباء تجينا حتى نشغله ونشوفكم الأمبيرية مالته. طبعا هذا الأعداد طلعناها على البرنامج مضبوط 100%، دائما ننصحكم بالبرنامج وما حد يطبق عليه. هواي تسألون على الأعداد وغيرها، تقدر تحسب حساب الشركة إذا عرفت بأنه هذا الماطور ما مغشوش، وتقدر تطبق على البرنامج والبرنامج دي يجيب لك إياها مضبوط 100%. راح تجينا الكهرباء ونشغل، هسه راح نشغل الماطور ونشوف الأمبير مالته. 1.4 بالعشرة أمبير، أمبيرة 1.4. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.